انفجرت في لبنان وأثارت الذعر في إيران. أجهزة الاتصال بمختلف أنواعها أصبحت مأثر الشكوك لدى الحرس الثوري الإيراني بعد انفجار الآلاف منها بعناصر حزب الله. عملية وقائية استباقية وجه بتنفيذها الحرس الثوري تعليمات مشددة لجميع العناصر بالتوقف عن استخدام أي أجهزة اتصال في إطار ما سمته رويترز عملية شاملة وعاجلة لتجنب أي استهداف محتمل. العملية بحسب الوكالة تتضمن فحص جميع أجهزة الاتصال بما فيها الأجهزة وقطع الغيار المحلية والمستوردة من الصين وروسيا. وبحسب رويترز تحول الحرس الثوري في اتصالاته حاليا إلى أنظمة مراسلة أمنية مشفرة لحين الانتهاء من فحص جميع الأجهزة، إضافة إلى فحص عينات من الأجهزة التي تعرضت للتفجير في لبنان لمحاولة معرفة كيفية تنفيذ التفجيرات. المخاوف الإيرانية المتصاعدة في حدوث اختراقات في أجهزتها الأمنية وصلت مرحلة فتح تحقيقات موسعة تستهدف القيادات المتوسطة والرفيعة في الحرس الثوري، وتشمل التدقيق في حساباتهم المصرفية في إيران والخارج، بالإضافة إلى تاريخ سفرهم وسفر عائلتهم. صحيفة لوباريسيان الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل حصلت على معلومات حساسة من عميل إيراني قادت إلى اغتيال حسن نصر الله. وسبق أن نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن مسؤول في الحرس الثوري أن الموساد الإسرائيلي استأجر عملاء إيرانيين لتنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران. كل ذلك أدى لتحول ملف الخيانة والعمالة إلى هاجس يؤرق مسؤولي النظام الإيراني.